لمناقشة ملف استخدام إيران العراق طوق نجاة من العقوبات الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل، بداية مرحبا بكم. مجلة ناشونال انترست الأمريكية قالت إن إيران ستكون معزولة فعليا عن العالم من دون العراق، كيف يمكن قراءة ذلك؟ هذه القراءة صحيحة، لأنه إيران امتداداتها في الشرق الأوسط هي عبر العراق، وقوت مصالحها من خلال درعها الميليشياتية ومصالحها الاقتصادية والمنظومة، الآن المنظومة العراقية بالكامل هي تابعة إلى إيران، سواء كان الفصائل الشيعية والقوى السنية وحتى الكردية الآن تتأثر بالقرار الإيراني. مؤسسة أتلانتيك كونسل أكدت أيضا يعني أن نفوذ إيران في العراق يعد سببا رئيسا في تقوية شبكة تحالفاتها المتغولة في المنطقة، ولكن يعني ألم يكن ذلك في حسبان واشنطن التي سلمت العراق إلى إيران بحسب الكثير من المراقبين؟ نعم، الآن الأمريكان سواء على مستوى القيادة الأمريكية والرأي العام وحتى الشعب الامريكي يدرك هذه الحقيقه، انه الامريكان خسروا مشروع حريه العراق بسبب ايران وبسبب عجزهم وفشلهم، والان هم مستسلمين، وحتى اذا ارادوا يؤثرون على المنطقه واستقرارها يجب ان يدخلوا من الباب الايراني، هذا هو القرار هنا في واشنطن. ما بشأن السفارة الأمريكية في بغداد؟ يعني بقاء السفارة في بغداد عدته ناشونال انترست أمرا بالغ الأهمية وأمرا محكوما باستراتيجية الوجود الأمريكي في العراق بوجه النفوذ الإيراني، يعني إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ يعني لا أدري، يعني السفارة الآن هي عبارة عن قطعة من الكونكريت وفيها سفير وشوية موظفين، ولكن الوجود الأمريكي في العراق مهم، يعني لأغراض استخبارية ومخابراتية ولمحاولة تجنب انهيار العراق، يعني الوجود الأمريكي هنا في العراق هو إغاثي، وانهيار العراق معناها المنطقة كلها تتأثر وربما تصل إلى أوروبا ونتائجها سيئة وإلى أمريكا. ولكن ألم ينهار العراق حتى الآن؟ أستاذ كامل، العراق ألم ينهار حتى الآن؟ لا، هم الآن كثير من أصحاب القرار يقرون بأنه العراق في وضع كارثي وتقريبا محتل إيرانيا، ولكن احنا وجودنا الإغاثي للسيطرة على هذه الكارثة في داخل العراق ويتحملها الشعب العراقي حتى لا تخرج إلى أوروبا وتخرج وربما نتأثر بها هنا في أمريكا، هذا هو القرار. وسمعنا، وأنا شخصيا سمعت من مكيرك ممثل للرئيس الأمريكي في العراق قبل استقالته بشهرين. هناك تراجع للتهديدات والتصريحات النارية. مجلة ناشونال انترست أكدت أن الميليشيات الموالية لإيران تراجعت عن تهديداتها السابقة رغم التصريحات النارية على سفارة واشنطن في بغداد، كيف تقرأ دلالات التوقيت لهذا التراجع أستاذ كامل؟ هذا التراجع هو مرحلي مرتبط بالقرار الإيراني، الإيرانيين أرادوا أن يمروا الانتخابات والظروف الانتخابية الأمريكية بهدوء وسلام بدون صدام، وهم كانوا يدركون أنه الحملة الانتخابية لرئيس ترامب لم تكن ناجحة ولن تنجح، وبالفعل خسر الانتخابات، والآن يتطلعون إلى إدارة جديدة لأن تتنازل وتتفق معهم ويحلون بعض المشاكل. هذه النقطة أستاذ كامل، هذه نقطة طبعا مهمة جدا فيما يخص يعني حقبة الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، إدارة بايدن مع طهران، كيف ستنعكس من وجهة نظرك أستاذ كامل العلاقات الأمريكية مع إيران وكذلك مع وكلاء طهران في العراق؟
يعني هنالك فرصة للإيرانيين وللإدارة الأمريكية أن يتفقوا فيما يتعلق بالعراق، ولكنهم حتى إذا اتفقوا فلن يعني تحل المشكلة الشعبية في العراق سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي، لأنه الأمريكان أدواتهم بسيطة وغير مؤثرة والإيرانيين هم المؤثرين، ولن يضحوا الإيرانيين بكل أدواتهم أمام الحكومة الأمريكية اللي عمرها 4 سنوات. يعني لا أظن، وستمر ال4 سنوات وربما الوضع العراقي يبقى على حاله وربما يصبح للأسوأ يعني لا سمح الله. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.